وصلنا لفقرتنا الأخيرة مع أكيد التميز والإبداع. أكيد ليا، وصلنا لمساحتنا الأخيرة لليوم مع أبو الفنون والموعد يلي بيجمع بين خشبة المسرح الحمراء وعشاقه، مع رفع الستار مساء اليوم وافتتاح العرض المسرحي هوى بحري، وهو التعاون هوى غربي عفوا، وهو التعاون الثاني الذي يجمع الكاتبة المسرحية لوتس مسعود مع النجم العالمي غسان مسعود بعد العرض المسرحي الأول كأنه مسرح. للحديث أكثر بشكل موسع عن هيدا العرض معنا الكاتبة المسرحية. يسعد صباحك لوتس، وأهلا صباحك، فيكي. شكرا. لوتس اهلا وسهلا فيكي. يعني عم اشوف اكيد مو بوجهك على الفيسبوك والسوشيال ميديا، عم اشوف كثير في دعايات لهوا غربي، كثير في مشاركات الناس هلا، من هلا مبلشين انه نحن حجزنا، نحن اشترينا، واليوم هو الافتتاح. صحيح. خلينا نعرف شو هي فكرة هوا غربي، خلينا نعرف كيف حضرتي لهي الفكرة ولهي المسرحية بالذات. هلا اول شيء رح بلش من اول نقطه حكيتي عنها، اللي هي موضوع انه العالم اللي عم تحكي عن العرض من قبل ما يبلش. انا هذا الشيء كثير بيعني لي اكيد، وبيعني طبعا لكل فريق العمل. نحن كثير مبسوطين بردود الافعال اللي سبقت العرض، حتى من لما بلشنا اعلنا عن البروفات لاطلاق البوستر الرسمي للعرض لليوم اللي هو اليوم الافتتاح. أكيد هذا الشيء كتير بيخلينا نحس بحماس وبطاقة كتير كبيرة، خصوصي إنه في عالم عم تربط بين كأنه مسرح وبين هوا غربي. يعني من لما حطينا الإعلان عن البروفات، العالم قالت إنه شافوا في قسم كبير من فريق كأنه مسرح عم بيكون بهوا غربي، فقالوا إنه اللي عملوا كأنه مسرح هلأ عم يرجعوا يعملوا عمل جديد، فبناطرينه. فهذا الشيء كتير بيعني لنا. على صعيد الفكرة تبع هوا غربي، هي بالمجمل بتحكي عن عائلة سورية، في قسم منها هاجر لبرا البلد لأسباب عديدة، العالم بتهاجر لأسباب كثيرة، ولكن هذا القسم قرر أنه يرجع على البلد بسبب ضائقة مادية عم يمرق فيها، فبصير في نوع من النقاش بينه وبين القسم اللي باقي بالبلد أنه نحن بدنا نحل هاي الضائقة يمكن عبر بيع الممتلكات اللي بنملكها بهي البلد أو بهي الأرض. طبعا بصير في خلافات حادة بين القسمين، القسم الموافق على البيع والقسم الرافض لهذا المشروع، بنشوف كيف ينتهي بآخر العرض. ولكن نحن عم نركز يمكن على جانب كتير أنا برأيي إنه مهم هلأ نركز عليه، مع إنه نحن نعتبر بخواتيم الحرب، اللي هو نتيجة من نتائج الحرب الكتيرة، اللي هو قضية الانتماء لهي الأرض إذا بدنا نحكي. فبتوقع إنه بهذا العرض نحن عم نسلط الضوء على هي الفكرة، عم نشوف كيف كل حدا يمكن بعد مرحلة الحرب اللي مرقت كيف اكتشف قد ايه مفهوم الانتماء بالنسبة له تغير يمكن بهي الفترة، او يمكن صار مكشوف اكثر، يمكن بالنسبة له ما كان كثير مكشوف، كيف هذا هي المرحلة اللي مرقت كشفت هذا الجانب اكثر عنده بشكل واضح. بس يمكن هون كمان هيدا الموضوع حساس بنقطة او باخرى، ومثل ما قلتي يمكن ردود الفعل السابقة هي بتعطيكي نوع من التفاؤل الايجابية، بس بتحطك امام مسؤولية لانه الناس ناطرة شيء مهم بدها تتابعه، خصوصا مع نجاح العرض الاول. لما نحكي عن قضية ومثل ما قلتي هي قضية يجب الحديث عنها اليوم بظل الظروف اللي عم نعيشها، لانه نحن ما عم نحكي عن الازمه، لانه يعني انت ما اخترتي مثل الانتاج الادبي اللي عم نشوفه بشكل مستمر او التلفزيوني اللي هو يتعلق بالازمه والظروف المعاشيه، لا انت عم تحكي عن قضيه هي اساسا قضيه وجود، نحن اليوم عم ندفع ثمنها. قديش هي بيكون التعامل معه بطريقه حساسه، لانه انا بدي بين شعره بين ما اجرح المشاعر وما بين بدي اوصل فكرتي، لانه انا كمان ما بدي اروح بطرف او بطرف اخر، انا عم احكي قضيه وطن، انتماء لهيدي الارض نحن كلياتنا موجودين فيها، ونحن بسوريا يمكن ربينا على شيء ضمن تربيتنا او ضمن مناهجنا التعليميه، القضية العربية والفلسطينية، وهذا الانتماء موجود داخلي تماماً. بالفطرة، فقديش هون بتكون الحساسية عالية عندك ككاتبة؟ تماماً. هو هذا الجانب فعلا كتير كان في حساسية بالتعامل معه، لأنه في حذر بالتعامل معه كتير، خصوصي بهي المرحلة. يعني نحن هلأ بمرحلة يمكن كتير في مفاهيم بالنسبة لنا صار للأسف مشكك بأمره، يعني صار في نوع من التشكيك حتى نحن بيننا وبين حالنا، بغض النظر إذا حدا من برا عم يشكك بهذا المفهوم. نحن بعد هاي المرحلة اللي مرقت، اللي هي مرحلة الحرب اللي مرقنا فيها، صار في كتير نوع من السؤال الدائم اللي نحن بنطرحه على حالنا، أنه نحن يا ترى هذا المفهوم اللي كان قبل هدول 9 سنين
كان عنا يا يمكن هو فيه جزم انه خلص هو هيك نحن مفكر فيه بهي الطريقه، هل بعد هي المرحله نحن ما زلنا مفكر بهي الطريقه؟ صار في نوع للاسف بهي المرحله اللي مرقت من زعزعه كثير من مفاهيم، صار في نوع من تشويه كثير مفاهيم مرقت، صار يعني في امور يمكن ما بتقبل انه تكون نسبيه، صارت نسبيه بالنسبه لكثير عالم بهذا الوقت اللي مرق. مفهوم الانتماء اللي نحن عم نتعرض له بكأنه مسرح، عفوا بهوى غربي، كثير نحن بدنا نتعامل او تعاملنا معه خلال كتابه النص بحذر وبدقه كثير، لانه اول شيء قلت لك نحن بعد هذا الوقت ما فينا نتعرض بشكل يمكن مثل ما كنا نتعرض له قبل مرحله الحرب. ثاني شيء انه نحن عم نتناول هذا الجانب بشكل يمكن يعني عم نطرح كتير شخصيات وأنماط بالمسرحية، كل حدا له وجهة نظره بهذا الموضوع، ولكن بالآخير كل حدا عم يكون كتير عرفان إنه هو هاي القضية بالنسبة له شو بتعني له، حتى لو كان بالأول يمكن عم بيغالي عم يحاول يبين إنه لا أنا هذا الموضوع ما تغير عندي من قبل الحرب ولا بعد الحرب، بس منشوف من خلال أحداث المسرحية، ما بدي أحرق الأحداث، بس منشوف إنه كل حدا منهم عرفان كتير منيح هو شو اللي تأثر وشو اللي تغير فيه بالنسبة لهذا المفهوم بشكل خاص. نعم لوتس، يمكن تعاون الثاني مع الفنان الكبير غسان مسعود والد حضرتك نوجه له تحية كتير كبيرة يلي هو مخرج العرض هو غربي، خلينا نحكي عن التعاون وخلينا نحكي عن وجود أسماء كبيرة بالمسرحية، شفنا هيك شوي كمان على السوشيال ميديا في نزل الرواس و سيف سباعي وجين اسماعيل وبين عيسى ابو اسعد. لا ميسون ابو اسعد للاسف كانت موجوده ولكن في ظروف للاسف يعني ما قدرت تكمل معنا. مصطفى ما بدي اسا حدا، مي مرهج، غسان عزب، عبد الرحمن قويدر، جمال قبش، مجموعه كبيره يعني الامانه من الاسماء اللي نحن كثير بننبسط انه هن موجودين معنا، في منهم كانوا بكأنه مسرح. صعب تجمعي هالاسماء يعني هيدا كمان انجاز بعمل واحد الحمد لله، يعني هذا بعتقد انه هو دليل ثقه بالشيء اللي عم نقدمه، ففي الاسماء الكبيره بتوقع انه ما يعني ما بيأمنوا يكون اسمهم موجود بعمل اذا ما كان عندهم ثقه بهذا العمل. ثقه كبيره اكيد، ويمكن في ناس صالون زمان ما مثلوا على خشبة المسرح. مزبوط صحيح، يعني استاذ سيف سباعي من 20 سنه اشتغل مسرح مع والدي بمسرحيه كسور، ورجع بعد هلا 20 سنه يشتغل هوا غربي كمان مع والدي على خشبه الحمراء، فهي شيء كثير بيعني لي انا بشكل شخصي يعني. اكيد، بس هيدا التعاون الثاني مع والدك، ونحن استضفناكي سابقا بالتعاون الاول وكان هيك في اراء جميله، قديش التعاون الثاني يختلف ككاتبة مسرحية؟ نحن عم نحكي عن فنان مهم، فنان مش فقط عربي، عم نحكي عن فنان عالمي، هون الثقة قديش بتزيد بين الكاتب والممثل وقديش لا كنتي بالمرة الأولى كنتي عم تقولي مثلا بتذكر كنا مستضيفينك عم تقولي إنه حبيت ردة فعله كنتي أكلي هم، هلا أكثر ثقة بتحسي حالك بالعمل الثاني لأنه أساسا أنتي أمام عين ناقدة يعني صح. ويمكن أكثر نقد لأنه والدك فبتلاقيه بيكون حازم أكثر معك بهي الأمور. للأمانة بهذا العمل في كتير اختلاف طرق على التعامل بيناتنا، يعني حتى أنا وياه بنحكي هلا يعني اليوم بدنا نفتتح عم نحكي عن فترة النقاشات اللي صارت بيني وبينه بالفترة الماضية. بقول لك بكل صراحة بهوى غربي صار النقاش بيني وبينه احترافي أكثر. كأنه مسرح كان عاطفي أكثر يمكن. كنا لسه بتجربة الأب وبنته عم نشتغل، يعني قد ما عم نحاول إنه نكون عم نشتغل كمخرج وكاتبة كنا كثير عم نروح لمكان الأب وبنته بالتعامل، ولكن هون حتى اللي مشتغلين معنا بهوى غربي وكانوا موجودين بكأنه مسرح لاحظوا هذا الاختلاف، يعني النقاشات اللي عم تصير بيني وبينه قدام الممثلين بالبروفات، التعديلات اللي عم تصير عم تطرق على النص احيانا خلال البروفات، هذا الشيء كثير كان مختلف، يعني صار في نوع من المسؤوليه اكبر يمكن بالنسبه لي. صحيح. انا هلا بحكيها بكل صراحه، انا هلا عندي قلق اكبر بكثير تجاه هوى غربي من كأنه مسرح، في مسؤوليه اكبر، في حذر اكبر بالتعاطي مع تفاصيل النص والعرض وإلى آخره، يمكن لأنه حاسة أنه بعد كأنه مسرح وردود الأفعال اللي أخذناها والحمد لله النجاح اللي حققه كأنه مسرح، حسيت أنه أنا لازم أكون ببعض المطارح متورطة أكثر حتى للحظة يوم العرض، مع أنه يمكن الكاتب هو بيسلم النص وبتنتهي مهمته عن تسليم النص، ولكن أنا ما بعرف ليش بهوى غربي متورطة لدرجة أنه لليوم ليوم الافتتاح حاسة أنه وقت يكون في عم يصير بروفات كذا هيك لهلأ في كلمة مثلا
بحس انه خلينا هي نعدل عليها هيك خلينا نعمل، فما بعرف هذا يمكن ناجم عن قلق اكبر عن مسؤوليه اكبر. ان شاء الله تكون هذا الشيء نتيجته تكون للاحسن، ما تكون نتيجه القلق للشيء ثاني مو لصالح العمل. اكيد نحن بدنا نتمنى لك التوفيق لوتوس. شكرا. وبدنا نقول على مسرح الحمراء كل يوم اي ساعه؟ سبعة المواعيد الساعه 7 المساء يوم الافتتاح الرسمي رح يكون. تماما. من بكره الناس فيهم ياخذوا البطاقات. صحيح. لمده 15 يوم. وان شاء الله اكيد بالمحافظات السورية. يا رب ان شاء الله اكيد بنتمنى هذا الشيء. بدنا نقول لك شكرا على شغلك بالمسرح. سمين. شكرا لإعادة روح الشباب للمسرح السوري، وشفنا هذا الشيء ولامسنا بردود فعل الناس. موفقين بعرضكم اليوم، ان شاء الله يكون من انجح العروض. شكرا كثير لكم، انا كثير انبسطت فيكم. ونحن كثير مبسوطين فيك ومبسوطين بنجاحك، واكيد رح نستضيفك نحكي عن نجاح هذا العمل المسرحي. نتمنى لك اكيد التوفيق لوتس مسعود على وجودك معنا، نتشكر وإن شاء الله كمان رح نكون متواجدين أثناء العرض. أهلا وسهلا، تشرفوا. شكرا كثير. شكرا إليك.